على رسول الله صلى الله عليه وسلم على كنسان أركيسان وحن كسور دويني وفت كسعودة أغل كسرة دولة بولان دولة الصومالية غيبتي سبولان هي هل كان كسور دويني يعني هو كسور ريي وحالك اللي يسوي من وحويه هي لا بد من مركسن أو ذلك كم مركسن من عكسها تدل عفدر هل كان كم مركسن خصوصا أغلب هي دولة الدحاء هي ما هو القبلة هي دولة الدحاء كل هذا الحين اللي افتقد حباك مركسن وافتقد عن مركة وحكم وكيل هي أغل كسرة دولة الصومالية برلمان الصومالية جارهان وحول قد دورتي وافتقد على كم سعودة تدخل من إنسان ما هو القبلة عن بالقد دورتي يقول جارهان حسابي هي إن يدنه هذا يوحي مركز كآدم كلا هذلان أو كلا تشدان وحنا اللي يسوي مغطشي وحي بروبليم أو جرة أما هذا هير غرن أما هذا هير دول ما دولنا دولة حكومة كه دولة فدرال كه إن لقى حلو يحري هذه جري جري أو كلا قوي إن لقى حلو أو لسكا ورئيسته أو مركز هذا دولة وعليه أقل كسرة أنت حاجة تجيب تجد الأول عليه هذه لاين هذا وقتين أكور هيسان إنه جري خلاف الدولة ده ومن تكاد دولة فدرالكا إيوه دولة ده سبتمبر لابد يكون يستوي تبانكي كاسو كالجو كاري ولينا عند استقبال سوسو النغن سيدي الربيع نقصوا له هذا حظه أي كالجو إن ما مولا دي يو دولة ده أرين تاس أقل كسرة أيها أقومي أول أبغى بوكا قبتي بفوت بوكا لدري ما مولا دي حكتي بقى اللي سوى الشيء وقال لي سوكي اللي حمد قال لي سوكي تجي أغل كسرة كنت قار أصاري كنت قار كاهد ورد اللي حريرين مدو أدو مكي لو ذهب لاي أو ملبضا لطابتي وحال لي سلقرتي أغل كسرة قوانكي أو سو سارو إيو إيو حبرا كمدة دولة درحة أو وزيراها أو وكيل كاها إيو حي سلقرتين أغل كسو سارو إنو حل لي مشاكل جي مشاكل كاسو أدوك تهيم أبوها دولي تاغن وحاوه الرئية كو وحاه دستور كنا لسوق لسر راعي أو فدرال كها أو غبي راها وتدو كسر على ما هو دس حوا غلدني هاي وحكاها جاين المجران أفرتي سنة أو دورة الفدرال كها من حوالين هذا يبرلمان هذا ولا دورتينا وحكاها مدلل بس سنة كير هل سنة يستد ولا بانو ملاي وحكاها بعد دستور ما تجينا المجران وحين يسود البياريين اللي سور راعي وا هاي اللي تدكي كشغل لها دستور كا إيجا أيان غاب كود مغنية وحاب مغن أبنيه ما مولوه كسر لها أو قد جا فرصة مدى كتير لها أيام مغن هو حي سور تاجي دولة ده حي سور تاجي إلى هذا لما كم تشيلها وحكلي أو شغلة دي عن تكوها يي وعيها يي شمتي أبنو دولة ده حي سوسا كوي يدل كمثلة يي رسمة هانتي سدني استيت كمثلة يي كل ما شغيان كم تشيلها برلمان كي مثل ولد نود مثل أي تبني مثل أي برلمان كاتشير لكن كوي فرصة ما لعب مستوى مغير حيالي يجي لهم ما كسر شقيدة ده اللي سلاف كانوا وهم كي أغلق السر كيانة كاس قدر كاس أبوه ري على صوت ساري وحاكو حيجي أملي قدلك سير الله سجل لها سجل وارتين ما شو مرة يوم يبقى تبدأ بقى كتير يا قال الله قال الله وحاكم ده يجنا ما مول الله بركي دور شو يمكن يكجنا إنا الفرقين فرجلنا هذا ميري وكور حساب إلى تهاي أنت ميرود وحكد عين ولا دور خي حكد عين أو إلى هدر وحويه وحي حكد عين كوفر قلبين فرجلين تي كد عضي ولو تي في المدى يكين تي يدوات هذا كد عضي يضط كود أنت يضط كحيرا أنت وكور حساب مدلان وبلن قارع يكشف تي دولة هذا كان مركي عن الإيمان يي وأنا وأنا كم بالعدد كالك يمي أو أوفرسايت كاها مشان إن دورش الاستحقاق يحقق ودعه يعني ورين يعني جلين وحوق لواك دعه ودولة العقد يكون الحين يسي وادوك تهين هو اللي بقى تنحب نوض وترتمع يي أنا ما جرن كرو أنت عن وحلسين لكن وحنس ليه بديت هذا العقد اللي سوي يسي إلا عرق هذا يو إلا ينكسر بحد دورش حقه يه وحلال إلا ينكسر بحد لكن نسيب هناك dad ka halkan degan way gabuulisteen ciday rabteen ciday rabeen biyo doortay soo baxay waxa hadda taagan arintii Jubaland baad ogtiin iyadala oo heshiis la soo galeen dawladdu ay la soo gashay xukuumadu la soo gashay prime minister ku tagay
نيروبي وفت لو ديرو دورد حق السعوديه اي تاجين هشيس لا سو غلي مركي حمر لي سو يمي انغو لفتي درف عين بريشر جروب او ان وخي لا غلي سو هشيه اني حغاغان او دمهستران واخ كا هير غلي او مخلين ما جيران فرغلنت سيده او سوتا dad badan baa jira xamar lagu masuufo tartamaya dad badan baa jira calqalad xaq ka wada in doorasho xalaal ah inay ka dhacdo calqalad bay dowladdu xaq ka wada taas international community kana waa ogtahay annaguna waa ognahay shacab weynoon weyn ogaada hadayn ka warhay marka wadanku meel fiican kuma socdo wada tashi baan u nimi anigu ka soo horreeyay ragii dad kale waa yimaadeen dhaq kale oo yimaadeen baan filayna wixii ka soo baxay waa heli waa heli doonta waad ogtihiin aqaladii faragelin baa lagu hayaa aqalkii golaha oo haade degaamada oo halkaan gudlaankiisa laftigiisa aqal golaha shacabka baa ku mangan oo wufud soo diraya xamar u geeynaaya ku wareysanaya dastuurkiiba lagama warhayo waxa ku qoran madaxdii laftigoodii baa qayb ka qaadatay waxa ku jira marka furfurid la furfurayo aqaladii dalku waa ogtihiin siduu ku dhisan yahay nidaam federaal uu qaatay soomaali ka kiriya la isugu keeni karaa maanta nin diili karaa ma jiro ninkii isle waxbaad ka bedeli karaa waa inuu ogaadaa qol buu ku xiran yahay federaal la yidhaahdo oo furihii ay maamuladu haystaan iyo aqalka sare ay haystaan kama bixi karo inuu ku dhaqmo mooye kama bixi karo taa waa inay ogaadaan xubnaha aqalka golaha shacabka ah oo baarlamaanka iyo ragga muxuu executive-ka madaxweynaha iyo prime minister-ka iyagu isay isugu gal reebay iyaga yaqaan iyo la taliyaashooda gaarka ah waanada magacooda sheegay iyagu yaqaanay aqalka dalkaagu waa federaal system buu qaatay siduu ahaa ha loo hirgeliyo haddii kale iyagoo qabyaha bay kaga tegayaan meesha ceebteeda iyo madaxumadeeda iyo taariikhumadeedan iyaga qaaday intaas kabacdi waxa weeye annagu ka soo hari mayno hawl adag baan ka soo qabannay ragga halkan fadhiya raggii waaga baarlamaanka ku jiray dhinacayan waxaa fadhiya ninka la yidhaahdo professor juurile senator juurile oo ka wakiil ahaa waagii dastuurkan la samaynayay golihii shacabka markaa jiray waxaa ka mid ahaa axmed jaamac oo ka mid ah muxuu ahaadee golaha muxuu ahaadee baarlamaanka puntland ka mid ahaa baa ka mid ahaa intuba way ka warhayaan waxaan aada ula yaabaa yacni madaamka qabaaligaaba inoo keenay in uu aqal sare tago ama uu xildhibaan noqdo federaala isagoo aan dastuurka federaalka aqoon waxa ku qoran oo sida loogu dhamo aqoon ama uu madaxba ka noqdo hogaamin ka noqdo ama guddoomiye uu ka noqdo ama guddoomiye ku-xigeen ka noqdo ama muxuu xil kale ka qabto waxaa aada ula yaaba in maamulada iyagu degaanka ah halag maandhada waxaan ku arkay waxaa yimi guddoomiyaha hirshabeelle oo baarlamaanka hirshabeelle guddoomiyihii jubbaland oo hirsha muxuu ahaa aqalka maamulka shir hirshabeelle baarlamaankiisa ahaa iyo guddoomiyihii koonfur galbeed oo baarlamaanka ahaa halkana waxay ugu yimaadeen guddoomiyihii dowladda federaalka ah dowladda puntland bay ugu yimaadeen waxaana hogaaminaya guddoomiye ku-xigeenka labaad oo golaha shacabka bal wuxuu u sheegayay n g o baa soo siiyey muxuu ahaadee kharashka bixinaya yaa u dirsaday n g o inay annaga baarlamaanyada soo dhex galaan haddiise ay jiraan wax jenuwiina oo baarlamaanada adduunka wax ka socdaa ama ay jiraan hay-ado caalamiya oo laysla aqoonsan yahay oo dowladuba waxay leedahay madaxweyne ay leedahay puntland executive-keeda iyo dastuurkeeda waxaa mas-uul ka ah madaxweyneheeda hirshabeelle madaxweyneeda ka ah galmudug madaxweyneeda ka ah awsan ogeyn hadday aqalladii degaanka ku kacaan mas-uuliyaddaas yaale shacab weynaan tusayna mas-uuliyaddaas yaale in la furfuro wixii la dhisay la furfuro oo dismis lagula wareegayo taasaa ogaadeen ma aqalka hoosena oo muxuu ahay dastuurka aqalada gobollada waa inay yaqaaneen dastuurkooda waxa ku qoran guddoomiyood waynu yaqaana ku-xigeenooda waynu yaqaan guddigooda joogtaa waynu yaqaan haddayan aqoon se manaara ha u fureen anagoo hadda diyaar baan u nahay anaanu haddaanu reer puntland keliya hadda aanu nahay oo ay joogaan halankan muxuu ahay guddigii aqalka sare uga wakiilka ahaa oo fuud hadda ku yimi inaanu guddiga joogtada la shiro waxaa dastuureedto yihiin aan u micnayno iyo wax ayay waajib ka ahaa oo ka saarin aan u micnayno taasna shacab weynahan waa u bandhigaynaa shacabkuna ha ogaado wax la qarinayo dambe ma jiraan wax wal miiskay saaran yihiin maanta waana salaamantii waxaan ku wareejinayaa guddiga hadii wax ku daraayo guddoomiyaha guddiga xiriirka caalamka